كاين يديروا لينا واحد الجرد بالناس اللي مسوا المال العام للاحزاب الاخرى. ويبداو بالحزب ماشي الاحرار، لان الاحرار يسمح لي هذا حزب، لا هذا حزب انا كتربطني به علاقه طيبه، وفي الحقيقه مازال مع معظم الاعضاء ديالي أو تقريبا كلهم. على كل حال من جهتي بغض النظر على واحد الواحد ولا جوج، فهمتيني ولا لا، وهما ناس طيبين في الغالب، ولكن ماشي يجبدوا لنا بعدا الحزب اللي كان بغى يجمع كل الديمقراطيين، بمعنى بغى يجمع السياسيين كاملين إلا العدالة والتنمية، قال له هذاك جمال الدين الأفغاني، قال له واحد الفقيه، قال له سليمان كان عنده جميع جنود من الإنس والجن والطير، قال له جمال الدين الأفغاني، قال له من اللي عنده هذا الشيء كله بغى يحارب شكون غير هو سيدنا سليمان؟ ما كانش عنده العدالة والتنمية. اما كون راه وجه هاد الجنود كاملين ديالو لدار بحال هاد الاحرار، فهمتيني ولا بحال هاد، على الاصاله والمعاصره والتيار ديال اللي كل الديمقراطيين اللي كان بغى يجمع الديمقراطيين كاملين ويقضي على العداله والتنميه، باش من بعد يقضي على كل حر في الوطن ويستأثر هو بالوطن ويفعل فيه ما يشاء. ذكروا التاريخ، ماشي اما الاحرار دابا، الاحرار غير جبدتو الهدفه، الاحرار ماشي يدير هذا الشيء، الاحرار احرار هذا حزب كانت السياسه المغربيه كتكمل به. واش هذا الشيء تنقول لكم واش كنعاود لكم الخرايط؟ قراوا التاريخ. ولأن الأصالة والمعاصرة باقي ما اغتسلتش من الماضي ديالها بما فيه الكفاية، يالله هذاك وهبي كان كيجي عندي مرة مرة يتيمم ويخرج شي تصويرة ويقول ودي حنا تبنا الله، راه ما بقيناش بحال اللي كنا شحال هادي، دابا راه العدالة والتنمية اللي كانت طايرة له معنا حنا تصارحنا معاه، حنا جينا كاع عند عبد الإله بن كيران وتيخرج داك التصويره. انا ديك الساعات ماشي ما واعيش هذا الشيء، لان انا في واحد شويه الغفله خصكم تعرفوها، انا ماشي زعما مطور، راه ما مطورش، ماشي بليد اتونسيون، واني مطور ما مطورش كاع باش نفضيهم. هذيك الساعات كنستقبلوا بقلب سليم، وهو تيتصور، انا ما كنتصورش معاه، ما كناخذش انا التصويره لراسي، كتاخذ التصويره فريد ولا لا؟ كتعطيه تصويرته هو، ما كان ولا كاع تصورت معاه، لان ذاك البلد ديال فريد حتى هو ما تعرفوش واش كيدير ذاك التصاور، هو اللي كيخرجهم، انا ما كنخرجهمش، اذا كيتيمم ويقول لهم صافي، ويندي باقي 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 لاصقه فيه السمعه ديال الفساد والاستبداد اللي كان باغي هذاك الياس العمري يدير لنا في هذا المغرب. ويكفي العدالة والتنمية بغض النظر على عشرين فبراير، بغض النظر على كل شيء، أنه هو الذي وقف في وجه حزب الفساد والاستبداد وحرمه ومنعه من أن يترأس الحكم المغربي.